هو بصيص امل، هو ماشي بصيص امل، هو الامل كله، هو المستقبل كله، ولادنا هو الامل كله، هو المستقبل. هاد الاباء كلهم اللي جاو، راه ماشي انا بوحدي اللي كنهضر، الاباء كلهم القلوب ديالهم كيهضروا، العروق ديالنا كيهضروا. اللي كتعرفوا حنا دابا هادي من 25 مارس وحنايا كنتاثروا مع ولادنا، راه ماشي ساهله علينا، ولكن حنا مساندين ولادنا باش نوريو لهاد الحكومه اننا حنا مع ولادنا. بركه من الدل وبركه من الظلم. حنا والدينا جابوا استقلال، داروا في المقاومه، حنا عشنا في الدل، ولادنا يزيدوا عشوا في الدل، مستحيل باش يبقى الدل. حنا كنا كنتسناو هاد الحكومه غتجي غدير لنا شي حاجه جديده، فاذا به زادت غرقت المسائل وزادت قفرت على المسائل. كل القرارات اللي خداو جائره ومجحفه في حق ولادنا، بلا ما نهضروا على من ضمنها هي الخوصصه اللي جابوها وحطوها علينا اجباريه. واش تشاورتوا مع شي حد في هذا المغرب؟ واش دازت شي استفتاء؟ دازت شي حاجه؟ فما يمكنش، ما يمكنش، مستحيل. لا ما دخلوش الامتحان، عندي البنيه في الكاتريام اني، والمالوغوزمون حنا جينا نضامنوا معاهم باش يحققوا المطالب ديالهم، وحنا ضد خوصصه قطاع حيوي اللي هو قطاع التعليم وقطاع الصحه. وحتى الدول اللي عندها قدرات ودخل فردي مرتفع كفرنسا والمانيا وما عندهمش هذا الهجوم المتوحش على المدرسه العموميه، الدول كلها كتحافظ على النواه اللي هي المستشفى والمدرسه العموميتين اللي تكون. كما ان هذا الدعم ديال التعليم الخصوصي يؤدي بنا الى خلق مغربين، مغرب اغنياء ومغرب فقراء، والمدرسه العموميه اللي ما غتبقى اللي ما عندوش فلوس ما يبقاش يقرا. التعليم بشكل عام كيمشي لواحد الناس اللي عندهم مؤهلات وعندهم ان بروفيل، والبروفيل كيكون في التكوين، يعني عنده مهارات في العلوم، عنده مهارات في الرياضيات، ماشي عند باه الفلوس. اما بخلق هاد القنوات ديال التعليم الخاص راه ما كنقلبوش على النخبه الفكريه، كنقلبوا على النخبه اللي عندها الفلوس. وبالتالي راه الشرخ راه اللي عنده 18 وما جابش كونكور الميديسين، ولكن اللي عنده 12 وقدر يخلص راه غيمشي. وكذلك في الاركتيكتور، وكذلك في مدارس المهندسين، غيضرب الكفاءات طبعا غيضربها في الصميم، لان المدرسه العموميه كانت هي الملجا، لان ما كتطلب الا العقل، واللي عنده القدرات الفكريه كيولج للمدرسه العموميه وكيتخرج. دابا ما بقاش نطلب منه فقط القدرات ديالو الفكريه، القدرات الفكريه كتجي في الثاني او ثالث مرحله. اللي مطلوب عنده هو تكون عند باه الفلوس، الا عند باه الفلوس بغى يديروا طبيب بغى يديروا طبيب، بغى يديروا مهندس في اي حاجه غيديروا مهندس، بغى يديروا فارماسيان غيديروا فاش ما بغى. الطلبه ككل في المغرب كاملين تنظن على حسب تفكيري وعلى حسب تفكير الاغلبيه كلهم تيعانيوا، وبالاخص طلبه الطب. علاش طلبه الطب يعني؟ لان عندهم بزاف المسائل اللي تيخدم في سميتو في الامتحانات، كاين الصهير، كاين المسائل، وكاين المباراه، كاين السبيطار، السبيطار يعني لي كارد والمسائل، يعني اش غنقول لك، خاصك تشوفي هذيك المعاناه ديال هذا. عندي امثله لوليدات ما نقولكش تيجيو ب 20 درهم 15 درهم في الاسبوع، وفين ساكنين؟ في عالم قروي، يعني ملي تيوصل هنا نهار اثنين ما عندوش باش يرجع لدارهم، اش يدير؟ تيتلوط باش ياكل ويتلوط مع الطلبه الى قدر. وفين تينعس؟ تينعس في لي سيرفيس، وكاين امثله حيه يمكن تجي تقلبوا عليهم، في لي سيرفيس تينعس. علاش؟ تيمشي هنا ويمشي هنا وتيتلوط باش، حيت ما عندوش باش يرجع لدارهم. وما نقولكش على كفاءة العقليه اللي عنده. هاد الوليدات ما نضيعوهمش، حرام حرام نضيعوهم. الخاص الخواص يقتلوا الكفاءات اذا ما هما انتيغراو خداو لهم حقوقهم، فهمتيني؟ انا ما تيهمنيش، مع العلم ان كاينين طلبه جايبين ما جايبينش لو سي وما جايبينش معدل يخول لهم يلتحقوا بكليه الطب ديال الدوله، اش يدير؟ ما نقتلوش، عندهم امكانيات يمشي الله يعاونه، ولكن ما ياخذش ليا مكان د وليدات اخرين، الفرصه ديال ولاد اخرين، فهمتيني؟ ملي غيدخل مع الاخرين ياخذ لهم فرصه، اذا لا شونس ديال هذاك اللي دمر عليها وجايب معدل وتكرفص وامكانياته وظروف الله اللي علم بها ما يجيش واحد ياخذها ليه. انت اختاريتي ان كارسوس، اختاريتي انك تخلص، الله يسهل عليك، الله يعاونك، فهمتيني؟ ولكن ما تجيش، فهمتيني، تاخذ ليا لا شونس ديال وليدات اخرين اللي هما كفر اللي غيعطيونا هذا. لان الخلاصه كامله ملي غادي نخلصوا كل شيء وغتكون الماده طاغيه، اش غنخرجوا؟ كفاءات عامرين خاويين خاويين، يعني في لو بخاتيك راه ما كاينش والو. اذا حياتي وحياتك وحياه الاجيال القادمه وحياه الناس اللي غادي